أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على قناة المشاهد. هذه الحلقة الكاتب الذي أصبح مليونيرا بفضل الكتابة وعن جدوى الكتابة من طبيعة الحال. من طبيعة الحال غالبية من الكتاب يعيشون حالات من الفقر والشقاء، ولكن قليلة من الكتاب والمؤلفين يكونون محظوظين وينالون شهرة كبيرة ويصبح دخلهم القاري يعتمد بشكل أساسي على الكتب. لكن أن تصبح مليونيرا وثريا بشكل كبير أمر نادر الحدوث جدا، والسؤال هل يمكن أن تصبح مليونيرا من تأليف ومن الكتابة؟ الجواب من طبيعة الحال نعم وأكيد، والحالة التي أمامنا من خلالها نستحضر الكاتب الإنجليزي المعاصر كين فوليت، وهو من مواليد 5 يوليو 1945، وهو يعتبر حالة نادرة ومن أشهر الكتاب والروائيين المعاصرين خلال القرن العشرين وخلال القرن 21. بيعت من كتبه حتى الآن أكثر من 150 مليون نسخة، وتقدر ثروته ما يقارب 700 مليون دولار. لكن السؤال يعني كيف أمكنه أن يتحصل على هذه الثروة؟ هذا ما نود إجابة عنه. كين فوليت بطبيعة الحال كاتب موهوب ومؤلف لروايات تاريخية وقصص تاريخية، يتميز بغزارة الإنتاج وبأسلوب سهل. له 4 روايات حققت أعلى المبيعات 4 مرات، وتعتبر كتبه الأكثر مبيعا، وهو كاتب يحظى بشعبية كبيرة جدا داخل أوروبا وخارج أوروبا، وأعماله ترجمت لكل اللغات الحية دون استثناء. كما قلت 4 كتب حققت أرقام قياسية في عدد المبيعات، وصلت إلى الملايين. من بين هذه الرباعية يعني رواية الثلاثي وعالم بلا نهاية، ثم رواية مفتاح ريبيكا، والرواية الجميلة دعائم الأرض التي تتعدى هذه الرواية 1000 صفحة وتدور حول فكرة الاضطهاد الديني والحروب الدينية خلال القرن 12 الميلادي، والخلاف حول بناء كومبريدج. للكاتب كذلك رواية من 3 أجزاء وبعناوين يعني تتكرر فيها لفظة الكبير أو الكبيرة، وهي الإبرة الكبيرة والأسود الكبير والضربة الكبرى، وألفها ما بين 1994 و1975. له العديد من الأعمال الروائية: ملك الأسطورة، الدب الرائد، فضيحة موديغيالي، وسر الملجأ، والسلطة التوأم، وورقة نقود، وكذلك برج الجد. والمثير للاهتمام أن هذا الكاتب يغيب مدة ويعود ليخلق ضجة إعلامية كبرى وهالة يعني كبرى ومبيعات قياسية، كما هو الشأن في رواية عين الإبرة التي تتحدث عن التفاصيل الدقيقة
للسنة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. من طبيعة الحال ككل الناس هناك من يؤيده وهناك المعجبين، ولكن هناك من ينتقده بشدة، فقد عاب عليه النقاد غزارة الإنتاج، ويعني أنه لا يتوقف عن الإنتاج، وأن بعض الروايات أخرجها للسوق فقط من أجل تحقيق مزيد من المبيعات وزيادة درجة الغنى والثراء الذي أصبح بالنسبة له، وأنه أصبح يعني توب موديل بالنسبة لدور النشر، أنه أصبح ماكينة لدور النشر التي تستغل شهرته لتحقيق مزيد من الأرباح والترويج له. لذلك يتوقف الكاتب بين فينة وأخرى ويعود من جديد برواية جديدة محققا مبيعات خيالية تزيده ثراء في ثراء، كما هو حال دعائم أو رواية دعائم الأرض التي أصدرها عام 1989. وهذه الرواية هي الوحيدة للأسف المترجمة للغة العربية، وتتحدث يعني عن الحرب الباردة وانهيار جدار برلين أو حائط برلين. الكاتب من طبيعة الحال قلنا أنه موهوب، اشتغل محققا صحفيا ومحررا صحفيا، واستغل هذه عمله في التحقيقات ليغوص بعيدا في التاريخ، ويغوص كذلك أكثر في شخصياته، وهو الكاتب الوحيد على حسب علمي الذي يشتغل معه 12 شخصا من مساعديه في أعماله الإبداعية. باع حتى الآن ما يناهز 150 مليون نسخة، و يعني فقدروا ثروته بالملايين، ويعيش في بحبوحة من العيش الرغيد، وينتقل بكثرة عبر دول مختلفة تساعده إمكانياته المالية الكبيرة جدا التي حققها من بيع الكتب ومن منشوراته. يقول كين فوليت أنه محظوظ أنه أصبح كاتبا، ومحظوظ للمرة الثانية أنه لم يكن يحلم بهذه الثروة التي أصبح ينعم بها. والسؤال من طبيعة الحال، هل كل الكتاب محظوظون ومحظوظين مثل كين فوليت؟ من طبيعة الحال لا، ولنا نماذج متعددة من الكتاب في المغرب وفي العالم العربي ينشرون كتبهم على نفقاتهم الخاصة، ويجتهدون كثيرا في توزيعها، ويكتبون بلا مقابل، ولا يلاقون يعني إيميل واحد للاعتراف بالجميل، رغم أن كتاباتهم تحظى بنسب مقروئية جيدة، و يعني العديد من المواقع تستغل كتاباتهم جملة وتفصيلا، ولا تصلهم ولو كلمة شكر، رغم فيها من الجهد ومن السهر ومن الإبداع ومن من 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 الشقاء. يعني أن هذا العالم يعني هناك من تتسخر له يعني الطرق وتفسح أمامه المجالات مثل كين فوليت، ومنهم من يموت فقيرا ولا يجد حتى من يوصله إلى المقبرة، كما حدث مع الشاعر الكبير بدر شاكر السيام. ولنا سنعود في حلقة مقبلة بحول الله إلى هذا الموضوع. إلى هنا كان معكم عبد الله الساورة، وإلى لقاء متجدد، كل التقدير والمحبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.